وقد ترأس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حفظه الله جلسة العمل المغلقة الثانية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحضور دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة تريزا مي كضيفة شرف في القمة الخليجية، حيث تم استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول المجلس والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها في المجالات كافة. كما ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الجلسة الختامية لأعمال هذه القمة. تفضل حضرة صاحب الجلالة بالكلمة الختامية طول العمر. سمو الله سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والسمو الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في ختام أعمال الدورة 37 لمجلسنا الموقر أن نعرب عن اعتزازنا البالغ باستضافة هذه القمة المباركة، وعن تقديرنا العميق للروح الأخوية الصادقة التي ميزت لقائنا وجسدت حرصنا التام على أن ننتقل بهذه المسيرة التاريخية الرائدة إلى حيث تستحق، متطلعين إلى تكثيف العمل المشترك وتعزيز تعاوننا وحضورنا الدولي خلال العام القادم للحفاظ على مكتسباتنا وتحقيق المزيد من المنجزات بما يلبي طموحات شعوبنا في الرخاء والازدهار. شاكرين لكم ما بذلتموه من جهود خيرة ومساعي مخلصة فيما توصلنا إليه من قرارات سديدة ونتائج إيجابية ستحقق بإذن الله الأهداف النبيلة لهذا الكيان الشامخ. وكما بدأنا على بركة الله وعونه، نختتم أعمال قمتنا بحمد الله وشكره على ما تحظى به مراحل عملنا من توفيق وسداد، مجددين شكرنا لمعالي الأمين العام ومعاونيه على جهودهم المخلصة والحثيثة في متابعة تنفيذ قرارات مجلسنا الأعلى على مدار العام، وفي الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس الأعلى بما يضمن نجاح أعماله وتميز نتائجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة إلى أخينا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيق، فليتفضل. صاحب الجلالة الأخ ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل من الله وتوفيقه أنهينا أعمال دورتنا 37 للمجلس الأعلى، والتي كان لبعد نظركم وحرصكم على عملنا الخليجي المشترك الأثر الكبير في الوصول إلى قرارات ستسهم بإذن الله في تعزيز عملنا المشترك وفي تحقيق تطلعات شعوبنا، وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء. ولا يفوتني هنا أن أجدد الشكر لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وللشعب البحرين العزيز على ما أحاطونا به من عناية ورعاية كريمتين. ويسرنا أن نتوجه لكم بالدعوة لعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في بلدكم دولة الكويت، حيث سنحظي بشرف استضافتكم والاحتفاء بكم بين أهلكم وأخوانكم، مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يسدد على دروب الخير خطانا ويوفقنا لتحقيق تطلعات شعوبنا بالأمن والاستقرار والرخاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمح لي جلالة الملك بقراءة تلاوة إعلان الصخير طول العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان الصخير: إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصخير مملكة البحرين يومي 6 و7 ديسمبر 2016، وتأكيداً لعزم دول مجلس التعاون وتصميمها على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك وتوحيد المواقف بينها والسير باتجاه تحسين دول المجلس من الأخطار المحدقة بالمنطقة والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية، واستناداً لما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من متغيرات متسارعة يمس تأثيرها المباشر المصالح العليا لدول مجلس التعاون، فإن أصحاب الجلالة والسمو يؤكدون على أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التي أقرت في قمة الرياض عام 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. ويشيد قادة دول المجلس بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، ويؤكدون على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس. وفي هذا السياق يشيد أصحاب الجلالة والسمو بالتمرين الأمني الخليجي المشترك أمن الخليجي العربي واحد الذي استضافته مملكة البحرين في نوفمبر عام 2016، الذي وضع خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس إيماناً بأن أمن الخليج كل لا يتجزأ، وأن الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يخدم مصالح دول العالم قاطبة ويسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي. وانطلاقاً من الدور الذي يقوم به مجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار والرخاء الاقتصادي في المنطقة، أكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين. وفي الشأن الإقليمي، وانطلاقاً من حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام مبدأ المواطنة، يؤكد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي. ويؤكدون أيضاً استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها. ويطالبون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ونظراً إلى أن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الأمن والاستقرار، يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي
والربط المائي وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي. ومن هذا المنطلق يؤكد أصحاب الجلالة والسمو دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة، وذلك لما لها من دور حيوي في العملية التنموية الشاملة وتأثير مباشر على مسيرة التعاون الخليجي المشترك في المجالات التي تهم أمن واقتصاد دول المجلس وشعوبها. وإيمانا من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأن نهضة الأمم تستند على قدرات وكفاءة مواطنيها وبالأخص الشباب والتطوير المستمر للتعليم، يؤكد القادة على أهمية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي بما يعود بالفائدة المستدامة، ويؤكدون بما يعود بالفائدة والنفع على المخرجات التعليمية وبما يواكب متطلبات التقدم والتطور والتنمية المستدامة، ويؤكدون على أهمية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل وترسخ الهوية الخليجية وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون، وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل له ولكافة شعوب المنطقة سعياً نحو التقدم والرقي المنشود. ويؤكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إنجاز كل هذه الأسس الصحيحة والمبادئ السامية سيكون له الأثر البالغ في المضي بالمسيرة المباركة للمجلس نحو مزيد من الخير والنماء والارتقاء وتعزيز الترابط والتكامل بين دوله وشعوبه وتنمية العمل الخليجي المشترك بما يحفظ لدول وشعوب مجلس التعاون مكتسباتها ومضاعفة إنجازاتها ويرسي أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم ويرسخ التعاون البناء على المستويين الإقليمي والدولي ويدفع بقوة نحو تحقيق آمال وشعوبها في الرخاء والازدهار. صدر في الصخير مملكة البحرين في 8 ربيع الأول عام 1438 هجري الموافق 7 ديسمبر 2016 ميلادي. شكرا صاحب الجلالة. نشكركم ونعلن انتهاء هذه القمة المباركة. الوقت اللي يعني نودعكم على أمل اللقاء مرة أخرى، يشرفنا أن تبدأ الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين لبلده البحرين، فأهلا وسهلا به في بلده.